هاي فراولاتي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبايبي رح اشارك معاكم اشياء بتخليني سعيدة ومبسوطة بالوقت الحالي. طبعا السعادة ممكن نلقاها في الاشياء البسيطة من حولنا، والحياة بتكون اجمل لما نلاقي السعادة والجمال في كل شيء. فخلينا نبلش. من الأشياء اللي بتبسطني هي الطبيعة والأجواء المشمسة. كثير منكم عارف إنه أنا بحب الصيف، بحب الطبيعة، وهي على فكرة هي لقطات كلها من سفرتي مع لوبتي مارسي لجنوب فرنسا، وكانت من أحلى السفرات بحياتي. تعلمت فيها الكثير من الأشياء، ألهمتني عشان أسوي لكم هذا الفيديو. بالنسبة للطبيعة هي ديتوكس، يعني أبعد عن كل الأشياء وبس أركز على نفسي وأركز على حالي، وبتعطيني سلام داخلي وطاقة إيجابية. تعلم أشياء جديدة بالحياة هذا الشيء بيسعدني كتير. ممكن يكون أبسط الأشياء، ممكن يكون DIY، طوق الورد، ممكن يكون لغة جديدة، ممكن يكون شيء عن الحياة. فهذا الشيء ما بعرف بيخلي عندي فضول أكتر، وكمان بيخلي إنه عقلي يشتغل عشان أكون مبدعة أكتر. إذا ما حبيتي نفسك ما رح تقدرين تحبين غيرك، صدقيني هالمقولة صحيحة 100%، وأنا بآمن بيها كتير. فكيف تقدرين تحبين نفسك؟ هو بالاهتمام بنفسيتك، بشكلك، بالرياضة، تسوين الأشياء اللي بتبسطك وبتسعدك. مثلا أنا بعد يوم طويل من الشغل بحب إنه أخلي مساحة لنفسي عشان أهتم بنفسي، أسوي الأشياء اللي بتبسطني، مثلا أشيل الشوز تبعي، أحس يعني بالراحة. فهذا الشيء كثير مهم على الرغم من أنه بسيط، بس كثير مهم. أشيل الحلق، الإكسسوارات، أشيل الرموش. أوه ماي جاد، الرموش يا جماعة لمن يخلص يومي وأشيلهم بحس براحة نفسية عجيبة، وكمان الميك اب. وأحلى شيء لما أخذ حمام دافي وأستخدم الكريمات المفضلة عندي. حالياً بستخدم هذا كريم الاستحمام اللي بوتي مارسي بنكهة الفانيلا. ليش بحبه؟ لأنه كل مكوناته من الطبيعة وأنا بحب الطبيعة. فما تنسي تهتمي بنفسك وحبي نفسك عشان تقدرين تحبين غيرك. الأكل، كثير بحب أكل. يمكن كثير منكم ما راح يصدقوا هذا الشيء، بس أنا بأكل كل شيء، خاصة لما أسافر. صراحة بحب إنه أستكشف الأطباق المحلية. وبالنسبة للأكل، هو مش مجرد أكل وأشبع، هو اللمة، هو العائلة لما تجتمع، هو المشاركة. فمشان كده بحب كثير الأكل. أكيد رح تكونوا حسيتوا قديش انبسطنا بهاي الرحلة، وأشوف من المهم إنه يكون حواليك ناس إيجابية، ناس لطيفة، ناس شغوفة لشغلها. فهذا الشيء كمان بيخلي شغلي أسهل، بيخلي تواصلي معهم أسهل، وهذا الشيء بيبسطني كتير. السفر بالنسبة لي سعادة ومتعب نفس الوقت. بستمتع لما أروح وأكتشف بلدان جديدة، أكتشف مناطق جديدة بالعالم، أروح لأسواقهم الشعبية. فمثلا لما روحنا لجنوب فرنسا لبروفنس، اكتشفنا اشياء كثير عن اللافندر، وانه كل المنتجات وحتى اكلهم اللي بيصنعوه ببروفنس فكله من مواد طبيعية، يعني طلعة من الطبيعة بالمنطقة. التسوق، كثير بحب الشوبينج، واعرف انه الكثير من البنات بيحبون الشوبينج، وكمان بحب اسوي ستايلينج، يعني اسوي ستايلات وانسق الملابس، وكمان اصور لكم فيديوهات عن الفاشن. التصوير، أخذ كاميرتي وأصور لكم، هي من الأشياء اللي أحبها كثير. هو شيء بسيط بس أحب أصور لكم فلوجات، أحب أصور لكم فيديوهات تكون عن الدي آي واي أو أصور صور. كثير شغوفة لهذا الشيء، وهذا الشيء صراحة بيخليني مبسوطة وسعيدة، ما بعرف ليش بس بحب الحمد لله شغلي. قصة جديدة أو أغير ستايلي أو أصبغ شعري، هذه من الأشياء البسيطة اللي بتخليني إيجابية وتسعدني. ماني ميك اب ارتست، بس بحب كثير العب بالمكياج، اسوي لوكات، اشخبط والخبط بالالوان، وكمان اتعلم اشياء كثيره بالمكياج، كثير بحب هذا الشيء. وفي الاخير السؤال المطروح، ايش هي الاشياء اللي بتخليكم سعداء ومبسوطين وايجابيين؟ اكتبوا لي كومنت تحت لاني حابه اعرف. اذا عجبكم الفيديو حبايبي حطوا لايك، كمان بليز اشتركوا بالقناه، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.